أنا اللي شايفه إنه بيناتنا هالولاد، وقرارك إنك تضلي هون هذا بيعني إنك عم تدمريهن عن جد. وأنت قلتها بيناتنا الولاد. إيه تكرم عينك ست سميرة. رجاء يا رجاء. لكن والدتك شو بدك تؤخر ذهابك؟ رجاء بالشرع من حقي. وصلت للشرع كمان؟ ليش نحن كيف تجوزنا مو بالشرع؟ انت عم تحكي بالطلاق؟ يا ستي فهميها مثل ما بدك. انا اللي بدي اياه انك تحلها بالعقل. لك اي عقل؟ اي عقل؟ بابا رجاء فهم علي منيح، انا وامك مختلفين على شغلي. هي بدها تضل هون عايشه وانا بدي ضل عايش ببيتنا بالحاره، فانت بتقرر مع مين بدك تعيش. لا يا ابي لا، ما وصلت الامور لهون. الله يرضى عليك. لك لوين بدك اياها توصل؟ لوين؟ ولادك عم يتهموني اني انا عايش على حسابك واني عم انهبك، والست بنتك كمان مو فهمانه لا ظرف لولا شو عم نساوي. شو بدك اني اعمل يا ابني؟ بابا خلص اتركه. لحظه يا بنتي لحظه. يا ابني يا وائل، انا قايم قرشين باسم سميره، ما دخلهم بحدا، لا بوسيم ولا بماهر. هدول فلوسي انا، رح اشري لكم بيت صغير من مالي. لا عمي لا عمي، كتر خيرك، انت خيرك طامرني لفوق. بس عمي انا عندي بيت، وبيت الجمعيه قريبا رح يطلع. هلا نزلت فوق راسنا هالمصيبه، شو اعمل؟ منين جيب يعني؟ عمي عم بقول لك لا تدفع ولا فرنك. اساسا بيت الجمعيه مو لك لحالك لتقرر، وهذا الولد بده ينعمل له العمليه ان قلت ايه وان قلت لا. انا ابني ما بتركه مرمي هيك، فهمت؟ شرف وين محشورين؟ انملنا هيك على جهنم وانملت هيك على جهنم. لك يا ابني انا عم بقول لك لا تدفع ولا فرنك. عمي الله يخليك، انا ما بسكن ببيت انت شاري لي اياه، بعدين المراه لازم تعيش مع جوزها بكل الظروف. لك يا ابني برجع بقول لك، هالقرشين الله وكيلك من حصة سميرة، بدكم تساووا منهم العملية والباقي مشتري فيهم بيت بأربعة خمسة مليون. يا عمي العملية نحن سألنا مو ضروري نساويها للولد هلا، يعني وإذا أخرناها شوي هذا ما بيضر. طبعا هذا على رأي طبيب الحواري، ما هو شو فارقة معه؟ خلصني بقى، قول إنك ما بدك تساوي له العملية مشان ما تدفع. طولوا بالكم يا جماعة طولوا بالكم، خلونا نقعد ونحكي. شرف. لا يا ستي ما بدي شرف، بيتك بتعرفيه، بتحبي تيجي اهلا وسهلا ما بتحبي، انت حره، وخلي كل واحد يروح حال سبيله. مشان موضوع بيت الجمعيه انا حاطه للبيع، خلال يومين ثلاثه بس انباع بجيب لك المبلغ كلياته، خذي قد ما بدك منه. رجاء مفتاح البيت صار معك، وانت صرت شاب وبتقدر تقرر. وسلفا بحذرك، اوعك تعملي عمليه للصبي بدون موافقتي. صدقيني ما رح اسكت لك، اذا سويتي شيء الله أعلم شو بيطلع برأسي. يا بنتي وائل ما غلط، الرجال مو قبلان على حاله يعيش على حساب اهل مرته. بعدين انت مدري شلون تحكي كلامك دج، الرجال له طريقه ينحكى فيها معه، مو هيك حي الله؟ على كل ببقى بشوفه وبرجعه. هو هيك هو هيك ستين عمره ما يرجع اصلا، هو بس بده يتهرب من مسؤولية مالك. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شفت لي الموبايل جدو؟ تفضل جدو.
أهلا وسيم، وين أخوك؟ وين راح؟ لعيب البيت؟ لكن وين نلع؟ اسمعوا له وسيم، شو حاكي مع وائل انت واخوك؟ ولك انتو ما عاد استحيتوا؟ شبعتوا اللقمة؟ صرتوا تدعوسوا على العباد؟ اسمعوا له وسيم، ولا ليش احكي معك؟ ما انت طرطور بايد اخوك واخوك طرطور بايد مرته، احسن شيء احكي مع هيام فرد مرة. الله يسامحك يا ابي، شو طرطور وشو هيام؟ بعدين على شو كل العصبية؟ ما حكينا معه شيء للسيد وائل لحتى يزعل لهالدرجة. خلص ابي ولا يهمك، ما بصير الا بدك اياه، المهم صحتك. صحتي؟ انتو سألين عن صحتي ليش؟ على كل هي من اجلها. بدي اخوك. حاكيه على الموبايل. على الموبايل، على البيت، على جهنم. بدي اياكم انتو اثنين تجوا لعندي اليوم المساء. عم تفهم؟ وإذا ما جيتوا بصير شيء ما بيرضيكم منوب. رجاء. يا رجاء. تعال جدو تعال. شفت لي خالك ماهر. فضلت. طلع جدو طلع. الو ماهر، وينك انت؟ عم تتغدى؟ سم الهاري ان شاء الله. لهلك ابي لك لا. والله نحن حبابين. بتأمر أب ماهر، بتأمر. بتمون أنت موان على هالرقبة. في خدمتك يا سيد القوم. خلاص مثل ما بدك، اليوم المسا منسكر المحل ورملاً لعند الوالد العزيز. أمرك أبي أمرك. أمرك أب ماهر. بتأمرني بشي تاني؟ مع السلامة. مع السلامة. الله وكيلك، هدول الرجال بس يكبروا بيصيروا أطفال عن حق وحقيق. بس الواحد شو بدي يعمل غير إنه يتحمل؟ إيه ستي، بنرجع لموضوعنا. بس أنا لسه ما وافقت على السفرة. ضرورية هالسفرة؟ لك حاجتك يا بنت الحلال، منغير جو عيون. خير ابو الول؟ قال سالت عني مرتين. بصراحة جهاد لا تزعل مني، ها انا ما عاد اعتمد عليك ابنو. ما بقى تعتمد علي بشو؟ بموضوع البيت. والمعنى؟ اخي انا رح بيع، رح شوف غيرك، انا من بكره الصبح رح بيع. ايه حقك، حقك تبيع وحقك ما تبيع، بس شايفك زعلان مني، اوعى تبان علي. خير؟ أنا أذيتك بشي لا سمح الله؟ غشيتك بشي؟ أنت شو عم تحكي جهاد؟ أنت جمايلك لفوق راسي. أستغفر الله، مالي عليك أي جميلة. لك أنا لمن بدي أحمل صديق جميلة كون مالي بني آدم؟ هلأ مو الصديق عند الضيق، هاي هي ركبت. أكتر من هيك والله يا جهاد، أكتر من هيك. هلأ أولاد حماك أرزال آمنا وصدقنا، مرتك مو مصلي على النبي آمنا وصدقنا كمان. سادة مو معناته انك تفرط ببيتك اللي صار لك ناطره سنين وسنين. شبنا لك يا جهاد، صدقني انا ما عاد بدي البيت. لك اخي لا عاد بدي البيت ولا عاد بدي المرأة، تعبت. لك وائل، شوف لك سميرة بالنسبة إلي بحكم المطلقة، بس قبل الطلاق لازم رجع لك كل قرش دفعته بالبيت. عرفت هلا ليش انا مستعجل؟ فهمت ليش بدي بيع؟
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طيب أخي أعطيها فرصة أخيرة، مين بيعرف؟ بس كم يوم هلا وعسى. يعني قصدك كم يوم فوق 15 سنة؟ ولي أخي بس كم يوم، وإذا بقيت على رأيك خلاص أنا بشتري منك بسعر السوق وفوقهن حبة مسك. منيح؟ أنا بعمري ما سألكن أي سؤال، بعمري ما اعترضت على كل شيء عملتوه، لا مين جوزتوا ولا شلون عم تشتغلوا ولا شو عم تطالعوا. أبي قصرنا معك شي مرة، مرة واحدة بس، اذكر لي بس مرة طلبت فيها مبلغ وما جبنا لك يا فوران. خلص كلامك؟ تفضل أبي تفضل. ليك أنت وياه هالقرشين اللي عم تعطوني إياه رأس كل شهر ما عندي اعتراض عليهم، نعمة كريم. أصلاً أنا لمين عم حوش؟ مو لألكن أنتو ثلاثة رح أخذ معي شي على القبر؟ استغفر الله يا أبي، شو هالحكي؟ إن شاء الله بعد عمر طويل. بلا لوفك ولا؟ بلا لوفك. لا سامحك يا أبي، لوفكت شو يعني؟ معقولة ما رتمنى لك طول العمر؟ إيه؟ معقولة نص؟ أنتو بتحبوني أنتو؟ لك لا أنتو لا نسوانكن ولا أولادكن مفتكريني ولو بكلمة حلوة، كلمة جدو بسمعها من أولادكن كأني عم بسمعها من لعب أطفال. أبي هاي أولاد سميرة، ليش كلمة جدو تطلع من جوات قلبون؟ كمان يا أبي الواحد يحكي الصراحة، يعني أنت بتحب أولاد سميرة أكتر ما بتحب أولادنا. ولك حمار أنت شي؟ حمار؟ معقول يحب أولاد الغريب أكتر ما حب أولاد ولادي يلي بيحملوا اسمي واسم أبي؟ حمار أنت شي؟ بابا مشان الله تهدي، الله يرضى عليك هدي. يعني بجوز الكلام اللي عم تقوله عن الأولاد مزبوط، هن رجا ومالك بينحبوا لله بالله، سبحان الله الواحد ما بيقدر إلا يحبهم غصب. أنا ما قلت لك لا تقاطعني؟ أبي أنا ما عم قاطعك، بس نحن هلا على شو مختلفين؟ على كل شيء. على كل شيء؟ شو على كل شيء؟ سمي لي شغلة واحدة بس. شغلة واحدة؟ أصلاً هي الشغلة الواحدة ما في غيرها، والباقي كله تفاصيل. طيب تفضل، شو هي الشغلة؟ أنتوا الجوز ما بتحترموا أبوكن، لا بتحترموه ولا بتحبوه كمان. أنتوا من يوم اللي استلمتوا المحل كنتوا مفكرين أنه أبوكن شخصيته ضعيفة، يلا بنعطيه قرشين كل أول شهر وماشي الأمور. بس بكون صراحة أنا الحق عليه، أنا المحقوق بكل شي صار لأني بعدت عن المحل. كنت بفتكر أنه الأولاد هيك بيكونوا مرتاحين، وأنا شو بدي غير راحة ولادي؟ ونسوانكن ما بعرف كيف عم تصرفوا معكن، والنسوان هدول عم يربوا الأولاد على أساس أنه هذا الاختيار موجود بيناتنا ما له عدد، وأنا كل ما بشوفهم بعمل حالي مبسوط ولو شوفهم بالصدفة. كله مشان شو؟ منشان شوفكم مرتاحين ببيوتكن ومع نسوانكن. معليش بدكن تعملوا مشاريع لحالكن؟ الله معكن، شو عليه؟ الله يسر أموركن، بس اعتبارا من بكرة بتخلوا المحل لأني بدي أعرضه للبيع. محلي بيسوى 40-50 مليون ليرة، اتركه بين إيدين أولاد عاقين من شان شو؟ أبي عم بسمعك. أبي أكيد أنت عم تمزح، شو تبيع ما تبيع؟ مالي مالي وأنا عارفي. بس يا أبي هيك عم تتفاجأوا ما هيك؟ عم تتفاجأوا أنه أبوكم ماله ضعيف مثل ما كنتوا متصورين أنتوا ونسوانكن. لك أنا عملت هيك يا حمار وسلمتكم المحل مو مشان لأني أنا ضعيف، لأني بحبكن. أنا بحب أولادي أبو على وش الدنيا. لك أبو أبو قد ما فيكن، بس بالعدل بالحق بالإنسانية بصلة الرحم. أخكن المسكينة هي بدي أشتري لها بيت صغير ضبها هي وجوزها، أنتوا ما قبلتوا. هذا الرجال اللي لازم نبوس إيدينا وشه قفا على أنه طلع رجال آدمي وبن حلال، صار له هو وياه 15 سنة ما سمعنا منه كلمة زايحة ولا حدا جاب سيرته بالعاطل. أنا أصلاً لا، مين قال إنه نحنا ما قبلنا نعطيها لأختنا بيت أو نشتري لها بيت؟ أنت طلبت 5 ملايين وقعدنا أنا ووسيم مبارح واتفقنا ندفع لك 6 ملايين، صح ولا لا وسيم؟ مزبوط يا أبي، الله وكيلك مزبوط مزبوط. بعد ما سمعته إني بدي بيع المحل ولا قبل؟ أبي ليش التشكيك؟ أنا بكرة الصبح رح أنزل على البنك وأسحب لك 6 ملايين، وبكرة الصبح الساعة 10 بيكون المصاري قدامك هون. لكن ليش رحتوا لعند وائل على الوظيفة وسمعتوا الكلام بايخ؟ يا أبي شو كلام بايخ ما بايخ؟
نحن قلنا له انه بدنا نساعد اختنا، بس بالمعقول؟ ايه انا مصدقك ومصدق كل كلمه قالها وائل عن قله ادبكم. الله يسامحك يا ابي، نحن قليلين ادب. على كل ان نحن تربايتك ابو ماهر. الظاهر اني ما اعرف تربي. خلاص اختي اطحشي ولا يهمك، اشتري بيت، واذا المحروس الله يشفي لك يا عاوز عملية اخواتك جاهزين، حتى لو بدها تكلف مليون ليرة. قسما بالله، هي قسما بالله لا تستلمي المليون ليرة عدا ونقدا، وهي بشاهد والله خير الشاهدين. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. خلصنا ابي، هي 7 مليون صلة رحم، وبكرة الصبح بيكونوا عندك، وحاج مشان الله حاج تقول ان اولادك عاقين. صهركم بدكم تعتذروا منه. يا ابي، يا ابي الشيء اللي صار بيناتنا يعني ما في شيء محرز. بدكم تعتذروا من وائل. حاضر ابي، انت بتأمر نعتذر منه. مو بالتليفون. مو بالتليفون ومو بالصدفة، منروح لعنده على البيت على الشغل. طلباتك اوامر، غيره سلامتك. شو جدو؟ لازمكم شيء؟ ملينا من القعدة بالغرفة. هاني جدو، هانيت. راح يفكولك الجبصين. شو؟ شو شو؟ ما بعرف. هلا انت من كل عقلك رح تعطي لأبوك 7 مليون؟ مثل شو بتقترح يعني لكام؟ شو بعرفني؟ بعدين انت شلون خطرت هالفكرة براسك هيك فجأة؟ ما بعرف، بس بلحظة حسيت انه ممكن يعملها ويقلعنا من المحل. أبوك ما بيعملها. وليش بقى ما بيعملها؟ هلا يعني ما بتعرفه لأبوك؟ بعرفه. بدك ترجع تقول لي حنون ومدري شو. ايه رح ارجع اقول لك، ابوك حنون وبتعرفه منيح. اذا بدك الصراحه، نحن ما عرفنا نكسبه لابوك. يعني شو بنخسر اذا بعتنا له مرتي او مرتك بالاسبوع ساعتين زمان، وبيطبخوا له وبيتسلم على الاولاد شوي، شو فيها؟ اخي انا بتعرفني، انا ما بمون على مرتي، يعني بصراحه انا ما فيني اجبرها تروح لمحل هي ما بدها اياه. بعدين قول هالكلام لحالها. قلته لحالي. إذا بدك أبوك معه نتفة حق يعتب علينا، مو يعتب علينا وبس، معه حق يزعل منا كتير. ماشي خيو ماشي، على كل قضى أهون من قضى. يعني بدك تعطيه المصاري؟ عندك غير حل؟ أمرنا لله. يلا نرضي أختك ونكسب أبوك. تصبح على خير. وأنت من أهله. مرحبا. مش وحده هالبيت من الشعر تغنى بشعر المرأة، فما من شاعر كاتب أو مغني إلا وتغزل بشعره وكتبه. شو؟ بده يبيع المحل؟ إيش الشغلة على كيفه؟ لك على كيف مين؟ لك رزقك هذا أنت وأخوه، أنتوا اللي تعبتوا، أنتوا اللي سويتوا للمحل اسمه سمعة. دخلك مين كان بيعرفه أيام العوامة والمشبك؟ أيام الله يخليكي، مالي ناقص. شو ناقص وشو زايد؟ يعني لأنه بالزمنات دفع له قرشين حق المحل صار لإله؟ صار بيحق له إنه يبيعه أو ما يبيعه؟ دخلك؟ وقديش شاريه هو؟ بفرنقات، يعني آخذ المتر كله بـ200 ليرة، يعني قش لفة ما بطلع 10,000 ليرة حقه كان. وهلا قديش بيسوى؟ بالميتة 50 مليون. ها؟ 10,000 قبل 40 سنة، هلا بده اياهم 50 مليون؟ لك هلا المنطقة اللي نحن فيها هيك الأسعار. وانتو كم 10,000 عطيتوه؟ كم 100,000؟ كم مليون؟ هلأ لشو الحكي اللي ما بيجيبه لا بيودي؟ المحل إله باسمه وعنده كل الوراق اللي تثبت هالشي. وشغلك انت واخوك ما له قيمة؟ بالقانون لا ما إله، بس المشكلة مو أنا وأخي، المشكلة سميرة.
كل عمري بقول لك اختك حيه من تحت تبن. لك امنا وصدقنا، بس انت شو كنتي بتخسري اذا عملتي له زياره بالجمعه لهالختيار؟ ها ها هون حطنا الجمال. لك يعني لو تطبخي له شي لقمه، تذكريه بادويته، تاخذي له الاولاد يلعب معهم شي ساعتين زمان، تحسسي انك مهتمه فيه، بصحته، باكله، شو بتخسري؟ بدك يعني يشتغل لفايه؟ هلا سميره لفايه؟ لا، سميره حربايه، واكيد هي اللي عم توزي براسه مشان المحل. ايه؟ ايه شو؟ لك ليش ما تكوني انت اللي عم توزي براسه؟ بقصد يعني بلكي بيكتب شي باسم اولادك مثلا، شو بتخسري انت؟ ماهر بتعرفني انه كل نهاري مشغوله بين البيت والولاد. ايه شايفك شو مشغوله بالشيراتون والكوافير والموبايل والارجيله. عامل لك ساعتين زمان بالاسبوع يا مخلوقه. وانتبهي لشغلي، انا ما عم احكي لك من باب انه هذا ابي ولازم تخدميه، انا عم حاكيكي من باب مصلحه اولادك ومستقبلهم، ان كان انت ولا سلفتك. لشو تركي للجو لسميره تسرح وتمرح مثل ما بدها؟ شو ضمني بكرة إنه أبي ما يكتب لمالك ورجل بيت؟ شو ضمني ما يكتب لسميرة نص المحل أو حتى كله؟ ونحن شو؟ مبسوطين بهالكم مليون اللي ضبيناهن على جنب مشان نفتح محلات جديدة. ولك حتى هذا الموضوع تفشكل، لأنه الوالد طالب 7 مليون بكرة الصبح كاش يكونوا عنده بالبيت الساعة 10. شو عم تحكي أنت؟ لك ليش عم قلك ساعتين زمان بالأسبوع؟ فكري بالموضوع منيح، مستقبل أولادك ولا مستقبل مالك ورجا؟ أنو عندك أهم؟ قلبيها براسك منيح وبموجبها تصرفي. تصبحي على خير حاكم هلكان. فعلا طلعت حرباي. سبعة. 7 ملايين. فوت فوت فوت. ماني شايفك اليوم يمكن موت كنت. انا ما بقي لي حدا بالدنيا، انا لوحدي، ما بقي لي غير انت. انا ايه انت لما بتمري بالحاره هيك بحس في نسمه لطيفه هيك مرت ردت لي روحي. منيح اللي طلع مننا شغله منيحه. لك لا يا مروه، انت كلك لطف وكلك زرافه. بتعرفي انا يعني بدي اشكرك، فعلا بدي اشكرك. على شو؟ على انك موجوده بحياتي. ايه جربها يا مانويل قبل 3 ساعات وحاسبه الجيم. حيا الله ساعه ب50 وراها، 50 وراها، حيا الله ساعه، حيا الله ساعه ب50 وراها، هات 50 وخذ ساعه، الساعه ب50 ليره بسامحونا. مباركه وساعة الهنا. ار 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 ريب جري. ماشي اصبح انا بكره بجيب سياره وباخده مشان يفكوا له الجبصين. لوين بدك تاخده؟ على نفس المستشفى. لوين يعني؟ اعوذ بالله، هاي المستشفى ما بقى يفوت عليها مره تانية. ايوه لك هو جبصين يعني ما بدها كتير، بعدين هن عالجوه يعني بيفهموا عليه اكثر من غيرهم. لا سيدي ما بيفهموا علي اكثر من غيرهم، ما بيفهموا ابدا وما حدا دريان بحدا. قال والله شو انت عي ابنك وروحي على مشفى حكومي بس مشان توفري كم ليره. اسمعوا على الحكي. اي انت قلتيها مشفى يعني مو مؤسسه دواجن؟ كمان بدي اعمل له صور مشان اطمن على الكسور اذا شبرت ولا لا. ماشي هن بيصوروا. هلا انتوا ليش مكبرين الموضوع؟ عن جد
كل شغله بتعملوا له ايدين ورجلين. نحن مالك من وقت اللي اجى لعنا وانا عم فكر شو بدي اهدي. خلاص فكر جبصين على حسابي، هديه له لا لك ولا لها. اصبح خذوه انتو. كبر عقلك يا رجل، شو بنا وائل؟ ما بعرفك بخيل، نحن عيله وحده. كتر خيرك عمي وشكرا على هالصدقه. بالاذن. ووف. مرحبا. شو وينك لهلا؟ خليها لربك، هي مرت اخوك رح تجنني. خير؟ شو في شي جديد يعني؟ نفس الشي، نفس العيل، الجديد والقديم. اخذت لهم المصاري لابوك؟ اخذتها. شو الاخبار عندهم؟ ماهر شبك؟ لا ما في شي. مروان انت بدك اجازه ليوم واحد بس؟ شو اجازه؟ ما اجازه؟ ما بدي اجازه لا ليوم واحد ولا ليومين. لا امبارح خبرتني امبارح. ليكي يوم واحد بكفي. ايه بكفي يوم واحد. ماشي. خلصينا بقى يا يلا خلص. بلشت ريحة ابنك لسه بدي دبرك ودبر حالي. شو بكي انتي؟ اشتري لي موبايل. خلي عبود يشتري لي. ايه قالوا لك قال يعني عبود تاجر موبايلات عظيم. هلا انتي شو خسرانه؟ قولي له مو انتوا اولاد حاره وحده؟ دخيلك على الحاره. قال يعني الحيط على الحيط وضامنين بعضنا ونايمين مثل العشاء. الله وكيلك اذا الواحد فينا بيموت ما بيلاقي مين بيخنس. داخلي منك يلا بقى خلينا نروح تاخرنا كثير. ممكن افهم شو هاد الموقف اللي حطيتني فيه؟ شو اجازه ما اجازه؟ بكره الصبح الساعه 7 بمرق بافزت من المطرح اللي نزلتك فيه المره الماضيه. اوكي عيون. ابو رفيق هديه موبايل لباسمه. الله كريم. ما بهديها واحد. يعني اذا انت مقطع يقول عادي قول لي قول اذا مقطع. هي قصدها يعني انه انت كريم وهي بتستاهل. شو قلتي؟ نحن مو قد؟ رفيق مو قصدها شو بنا؟ ليه؟ نحن مشتكي مشتري عيلتك كلها فهمانة؟ شو بنا؟ شو حكينا؟ قومي من هون وليه؟ قومي احسن ما قصرك كفيني ارجوكي قيمتي. ابو رفيق طول بالك ما صار شيء ولو؟ قال مو قد قال، سمنا لعتي وليه؟ قومي من هون، قومي احسن ما كسر المحل كله على راسي. ما بتعرف الاصول واللي ما بيعرفك بيشهدها. لك عمي نحن ناقصنا، انا اللي عم بوزع على البشر، جاي وحده مثل هي تقول لي قد ومو قد. شوفوا ابو رفيق ما هيعت ما احلى الاني عم بعيونها لما نزعت مرقنا. والله بكسر رجلي عن المحل اذا بيكون ابو زيد خاله. يا ابو رفيق ولو طول بالك شباب الزرعه بهدئن لك. انت ابو ضاي وشيخ الشباب انا هلا بدي اجيبك بوس ايدك بتعتذر منك. لا مين هي ليش؟ ابو رفيق حبيبي انت لك كرمال خاطري شو بدنا. لا ما بعرفك هيك انا عصبي ومزاجي منيح. روق وانبسط ولا تخلي شيء بالدنيا يعكرك واللي بدك اياه بيصير. مرني ابو رفيق عاوز شيء ناقصك شيء؟ بسيك لهلا قول قدام كل العالم انه ابو رفيق قد ولا مو قد. الله انت فضل يا ابو رفيق قد وقدوم. يلا ابو رفيق بالاذن انا. وين رايحة؟ عدي قلي صحتك. Thank you.
حبايا من المنكون. قال يعني ابو زهير ليم تعليم علي معقول تطلع قطفي اطيب من المشمشات الوان ساعات يا سلام يا سلام تطلع قطفي ثانية واحدة عندي ولدي الله يرضى عليك خذ المحاريس خذ ثلاثة كمان حالي حالي لك امسك ودعي قال يا عمي ابو سعدة خذ لكومة اللحم هذول ساعات حلوة على كل مشكور عبودي السلام عليكم وعليكم السلام الله يعطيك العافية عشرين عمدي عشرين الله معك أبو رفيق الله معك مع السلامة لك يقطع عمرك ايه شو حكيت والله ما قلت شيء لك هذا ابو رفيق هاد انت شلون بتقولي له قد وما قد بتعرفي هاد شو كان هذا كان مدير عام قد الدنيا لكن حبس 3 سنين اقتصاديه انت عرفانه حالك مع مين قاعده لك هاد اللي شايفتيه عنده على الاقل 200 300 مليون طب شو حكيت انت قلتي لي بعدين انه لازم دبر موبايل قلت بحكي كلمتين بلكي بينتخى لك يا هبلة أنا كل الوقت عم فهمك إنه هذا أبو رفيق قبضاي وشهم وبده مين يفهم عليه مو هيك دجية دج بوشه يعني بتعرفي أنت لو قايلتي له أنت قريت لو حدا يجيب لي موبايل بدال اللي ضاع بتعرفي شو كان صار؟ أنا موبايل؟ ليش أنا أساساً إمتى كان عندي موبايل؟ هبلة أنت شي مضروبة يعني خالصة أنا وقفت عليها الكذبة دخيلة أصلاً هي القعدة اللي كنا قاعدينها كلياتها على بعضها مالها موجودة وأبو رفيق اللي شايفتيه كلياته ماله موجود لك أنت وين والدنيا وين امشي كليتي امشي انا وياكي مثلنا مسايد شو مفكره انتي ان شاء الله مفكره انه جمالك ودلالك بيطاعوكي بهيك محلات هلا مو المهم هذا المهم قديش طلع لنا شو طلع لنا رحمه الله الحمد لله عم تنصحي الموبايل بدي اجيب موبايل يا ربي بس ما انسي بقى شو بكي فضحتينا شو صار لي منيح نفذنا بريشنا يعني شو يعني نحن فاتحينه زميل قال يعني هي كلمة حكيتها ولا ما قالك شيء بدك تتحملي لسه في اغلظ منه بكثير اغلظ ولك بسام لك العمى بعيونك العمى لك امتى بدك تصير بني ادم؟ لامتى بدك تضل شحش؟ لك شو بدك شو بدك؟ بدك خنا يعني؟ تفضل وجيني عضلاتك لعيونك شرف ايه ها معلش بس واحدة بس نهنيني واحدة الله يوفقك خذي حالة انتين اعطيني واحدة ان شاء الله يا جماعة كرمال الله اعطيني واحدة يا بس لك يا بس ما في شيء هدي شوي هدي حمامي ان شاء الله ما تواخذين الله يوفقك لا دقي الحكيمي الله يسترك ها هي اللي عم تساوي لحالها اهم من حياتك كلها بقلب بعضها على راسي لا 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 لحظه خليني بس خلص حبيبي لك هدي شو قصتك امشي انا بدبرها عبود ما شاء الله اتركني اعمل لك والله بدي راسي من الحيطان ها امشي ولا بك ايه وحده امشي ولا والله يا حبيبي يا عبود ان شاء الله لك رحموني يا جماعه
معلش عبود بمشي لحالي اتركني. لك شو تمشي لحالك؟ والله رقصتني شوبي. امشي امشي تعال شوي. انا بمعيتك عبود، لك مالي غيرك مشان الله دبرني. هذا لك شوي نشوف هاد شبه. لك هذا كيس جنك صاب ايه؟ لك افتح شو جنيت؟ عم بتحاكي حالك؟ عبود بسام؟ ايه بسام، شو شايف عشبي قدامك؟ فوتوا فوتوا. لا والله عم اسال حالي، افرح لما ازعل. فوتوا تفضلوا. تعال تعال. لك غليس بعدك عايش؟ عايش، هذا منظر واحد عايش. شو بعرفني؟ اسال حالك. ما قلتولي ازعل لما انبصي. صاب هير ايوه. هدو شو؟ والله ما بعرف، يمكن يا حب التهاب يا اما مسكن. مو التهاب، مو صحيح. عبود هاتو بيمشي حاله. هاتو سمعتك عم الزاوية تتحالي جنيه مسيك الزهرة جنة مشاء الله صابر ريحنا منها. لك شبك لك عبودي، شبك هذا بدل ما هي تعمي. شو اعمل؟ هلكتني صرعتني. وينك يا بسام واخي يا بسام؟ شو هاد انت شو مسوي بحالك؟ شو البدلين؟ هاي الثياب بتعطي برود يا عبود. لا وشو؟ الحمار ضل قاعد لحتى خلصت الفيزا تبعه، والله يمكن هلا الطحطح ما بقى يخليه يفوت على الامارات. وانت شو فارقه معك؟ لك والله عم يحكي عدل، مو صرعتني بدك اياه يضل هون؟ لك ما اختلفنا، بس ما حلوه يطلع علينا هالصيت. لك عن حلوه بحقك يطلع عليكم صيت، انكم مجانين انت واخوه. لك حل هنا يا حاجبة هوبرة وشوبرة. لك ما بيكفي المجنون، راح صرف كل مصاري اللي معه صفي على الحديدة. لك خلاص خلص، شو بدنا بالحكي هاد؟ انتو ما قلت لي بسام، احكي لي لشوف صحيح نسيت. الحمد لله على السلامة يا حبيب قلبي. الله يسلمك يا لطيف. شو مشتاق لك يا ابو البيس، والله سيرتك ما نزلتني على لساني يا اخوك صابر شاي. ايه هات شوف شوي رجعة نهائية ولا روحة بلا رجعة؟ ليش شغل؟ والله يا عمي اللي بيعيش هنيك ما بيعيش هون، بس اللي بيشتغل هون ما بيشتغل هنيك. ما في هنيك شغل يعني شغل. يعني لقيت؟ آه لا لا ما لقيت. قلت لي لا، أكيد هاي شركة البلاط أول تأسيسها صعبة. ما كمان ما أسست شركة. شو ساويتك؟ دورت على شغل وجبت لي البدلة هاي، قلابية أفغانية باكستانية. شو لا باكستانية، هاي باكستانية. وجبت لك واحدة لك وعلى صابر. الله يسلمك. أما يا سيدي شو بلد فظيع يعني. تبقى بعدين بتحكي لي قصصك، المهم تكون دخلت براسك قصة إنه السفر ما لك خرجه. والله يا سيدي إذا كل السفر هيك مو خرج. بس مو كل السفر هيك مو. لك أنت منين 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 متعلم هالفهم هاد كله؟ من البرطوشة الكبيرة يا أخي. بعدين بتحكي لي، حوصل غليس أنا أقوم. ما في داعي بمشي حق. ماشي ماشي ما شاء الله عليك. شبك حدا محاكيك اشي؟ سيولك سعادة انسي. شو هو اللي بدي انسى؟ وشو اللي لازم انسى؟ ما انا عايشة فيه؟ يعني صرت مثل المطلقة مرتين. شو هالحكي؟ وتكوني مطلقة خمس مرات لساتك مثل الفلة. ليكن انتو عم تفوتوا وتطلعوا وما احلاكم، وانا ماني مسترجية. ليش؟ لاني رجعت لكم مطلقة. وهي صابر خبرني انه امورنا ما رح تزبط، فضحت بكل الحاره. شو فضحتي؟ ما فضحتي؟ شو هالحكي؟ فوق كل هاد هند ما عم تحل عني، واخذت لي من مصريه. انا شو مساوي يا ربي شو مساوي؟ عم تاخذ لك من مصرياتك؟ مروه عطتني 200 ليره، قمت حطيتهم فوق المصاري اللي مصمتهم، بس رجعت لقيتهم ناقصين 300 ليره. انت اخذتي منهم شيء؟ لا يا، شو اخذ منك؟ كنت تدينتهم.
ونازله فيني مجاكره ومناهده كل الوقت. الله وكيلك ما بعرف ليش حاطه نقرها من نقري. والله لا إيه معيونه، والله والله لا اقصف لك عمره.